كاريزما جدا برضه عشان بينزل عشان كده بيجي هي وكده برضه طبعا ايه ربنا هو اللي بيعمل كده مش ينفعش تكتسب دي يعني هادي رازي امريكاني معايا باسبور بنزل اللوكيشن لابس اوت فيت سبور المجال ده واسع والشباب ستاندرد على الله مش هممنا خبط مش محتاج المادة انا لوحدي هيروين يا ماما اسمعيني كفاية حرق بنزين اخري نيكوتين نلعب فايزين يا بخت الفنز بتوعي كلهم فنانين بعمل بجد انا مش بعمل دوشة كلكم ده بحدة وخرجين ورشة بتاع شغل مانيش جاية لوف لوف نصر محروس انتاج لاكيد الراجل ستاندر عنده وجهة نظر يعني اكيد يعني مخرج جامد مش مهتم يا 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 الناس تشوفهم تتلموا يا 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 كل جيله عايز صورة يا 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 وهو يجري على المقصورة عارفة الفكرة اللي قتلاني حلوة فشخة مش شغلاني بحب نفسي بحب اسوق اهيمن واسيطر وامسك السوق سهمي طالع فوق بورصة الارقام حقيقي فرصة وقت فراغي كليبات مش بهتم بترندات بفلوس اصور كل حاجة دي فلوس اعلانات اروق على الشباب وكلكم بكيفي اجناب راب والزبون يكون لضيفي مستر في الام بي فاسمع نصيحة كاركتر الشمام فعلا فتيحة ترك كمان اتعمل مخدش مني ساعة بس المستمع مش بيكتسب مناعة من البلاعة مخرج جامد مش مهتم يا 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 الناس تشوفهم تتلموا يا 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 كله جيله عايز صورة يا 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 وهو يجري على المقصورة مدير عمل عمال يتصل المود بيقل كده بيتفصل هتفهم لما تكون مكانة تفهم لما تكبر لما تقعد مع لسه تحكي كليب وانت بتفتن يا 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 مخرج جامد مش